بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن نسبة الأقوال أو الفتاوى إلى الناس تحتاج إلى تثبت، لا يقال فلان قال كذا أو فلان أفتى بكذا إلا بتثبت، إما أن يكون هذا القول بخط المنسوب إليه وتوقيعه وختمه، أو يكون هذا القول بصوته المسجل. أما إن الإنسان يكتب عندما يحضر إلى الدرس أو يحضر إلى السؤال والجواب، يكتب هو اعتمادا على فهمه، كثيرا ما يحصل الخطأ، وكثيرا ما ينسب إلى الناس ما لم يقولوا، فيحصل بهذا الخلط وتحصل به مفاسد. قد ينسب إلى الإنسان قول غير صحيح وقول مخالف للصواب اعتمادا على فهم الذي كتبه، وسواء منسوب إليه بريء منه، والذي كتب لم يتعمد الكذب، لكنه اجتهد وظن أن هذا معنى كلام المتكلم أو كلام المجيب على السؤال، فكتبه بناء على فهمه، يحصل الخطأ في هذا. والتثبت في مسائل العلم لا بد منه، حتى التثبت في الأمور العادية لا بد، أن الإنسان ما ينسب إلى أحد أو ينقل عن أحد كلاما سواء في العلم أو في الأمور العادية، ينسب إليه إلا ما قدر منه بيقين، إما كتابة وإما بصوته المسجل الذي يسمع ولا يدخله شيء من الخطأ، يعني من الخطأ بالنسبة إليه، لما هو معصوم المتكلم ما هو معصوم قد يخطئ، لكن بالنسبة إليه فإني أوصي الإخوان الحضور لا ينسبوا إلي ولا إلى غيري كلاما أو فتوى أو جوابا عن سؤال إلا لتثبت تام. لئلا يحصل الخلط في هذا ويحصل التشويش في هذا، كم يسد إلى أهل العلم، كم يسد إليه من الأخطاء التي لم تصدر عنهم فتناقلها الناس، الذي يرغب أنه يحتفظ بالدرس أو يحتفظ بالأجوبة يأتي معه بمسجل، لا يكتب، يأتي معه بمسجل يسجل الصوت، ولو قدر أن يفرغ التسجيل فلا يعتمد على تفريغه، بل يعرضه على من قدر منه الكلام، يعرض التفريغ إلى المسجل على من قدر منه الكلام حتى يتثبت، حتى يحصل تعديل الأخطاء التي قد تقع. فهذا أمر مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لغيري، سواء كان التسجيل لإجابة سؤال أو كان التسجيل لشرح حديث أو شرح لكلام أهل العلم، فلا بد من أحد أمرين، إما أن يكون
ما قدر من الشخص موثقا بكتابة منه وتوقيع منه أو بصوته، أو يكون ذلك بصوته المسجل. والتفريغ أيضا لا يعتمد عليه حتى يعرض على صاحب الكلام، وذلك كله من أجل صحة النسبة وتجنب للأخطاء التي تحصل وحصلت كثيرا. ما يسألوا قالوا فلان أكتب كذا، فلان قال كذا، وهو ما قاله في الصحيح، ما قاله، لكن توهم الذي سمعه أو فاهم أنه يقصد كذا وكذا وما هو صحيح ما فقط. فأنا أوصيكم وأوصي طلبة العلم في أي مكان أن يتثبتوا في هذه الأمور، وأن لا ينسبوا إلى المدرسين أو إلى المفتين إلا ما ثبت عنهم ثبوتا لا شك فيه. ولو قدر أنه وكثيرا ما يقع عنا المفتي أو المجيب أو الذي يشرح يحصل منه خطأ، فيراجع يراجع ليعدل هذا الخطأ قبل أن ينشر في الناس، لأنه إذا انتشر في الناس صعب تلاقيه، أما إذا رجع فيه قبل أن ينشر الناس هذا يسهل تلاقيه وتجنبه. فلا بد من التعاون، لا بد من التعاون بين طلبة العلم محافظة على أمانة العلم وأمانة نقل العلم حتى لا تحصل الالتباسات التي كثيرا ما تقع، وحتى الفتاوى التي تنشر في الصحف المجلات كثيرا ما يحصل الخطأ من نفس أصحاب الجريدة أو أصحاب الصحيفة أو أصحاب المجلة، يكتبون خطأ فينسب إلى من صدر منه الجواب، ينسب هذا الخطأ إليه وهو من تصرف الذين نشروه، خطأ مطبعي ليس هو من كلام العقل وإنما هو من تصرف الذين نشروه وطبعوه. أيضا هي الجرائد والمجلات لا يعتمد عليها في نسبة الفتوى إلى من نسبت إليه في الجريدة أو في الصحيفة أو في المجلة، حتى يراجع من نسبت إليه يقرأها أو تقرأ عليه قبل أن تنشر في الناس. هذه الأمور يجب التثبت، أو السماع من الإذاعة، السماع من وسائل الإعلام إذا حصل فيها مقابلات علمية أو إجابات على أسئلة، فلا بد اللي يريد النقل أو يريد الاستفادة يسجل من المذيع، يسجل الكلام تسجيل ما يكتبه هو، يسجل بصوت الذي قدر منه. واليوم الحمد لله التسجيل متيسر ومريح، بدل انك تكتب وتتعب ولا تدري تستمع ولا تكتب، انت مسجل، افتح المسجل وهو يحفظ لك الكلام. هذه امور لا يتساهل فيها لانها يترتب عليها احكام شرعيه، يترتب عليها نسبه الى اشخاص لا يرضون بما ينسب اليهم. والتعاون بين طلبة العلم وبين العلماء امر واجب، اول شيء لان فيه صيانه لعرض العالم، وثانيا ان فيه صيانه للعلم ان يدخله شيء من اللبس او من الخطا. انتم اذا قراتم في سير العلماء الأولين والتلقي عنهم رأيتم كيف
يتثبتون فيما ينسبون يروونه بالسند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى من صدر منه. إذا كان السند ما هو موثوق ما يبنى عليه، إذا كان السند موثوقا يبنى عليه صحة سنده. فهذه أمور لا بد من تثبت منها صيانة للعلم وحفظا للأمانة وتعاونا على البر والتقوى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قد كثر في هذه الأيام التحدث عن التبرع بالأعضاء في أعضاء الإنسان، فما هو الصواب في ذلك؟ هذا الموضوع كثر فيه فتاوى وقرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء، قدر فيه قرارات وقدر فيه فتاوى، حاصلها أنه لا بأس لنقل الأعضاء بشرطين: الشرط الأول أن يكون لا ضرر على المنقول منه، فنقل الكلية مثلا إذا كان المنقول منه لا ضرر عليه فلا بأس بذلك، أما إن كان عليه ضرر هذا لا يجوز. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن يكون المنقول إليه ينتفع بهذا العضو، قرر الأطباء أن هذا العضو يصلح لهذا المنقول إليه. والشرط الثالث وهو أن يكون المتبرع جائز التصرف، يكون المتبرع جائز التصرف لأن يكون بالغا عاقلا كما يشترط هذا في المال، فإنه يشترط في الأعضاء من باب أولى لأن الأعضاء أهم من المال. فإذا كان يشترط التبرع بالمال أن يكون المتبرع جائز التصرف لأن يكون بالغا عاقلا ففي الأعضاء من باب أولى. ونعلم من هذا الشرط أنه لا يجوز أخذ أعضاء الميت، لا يجوز أخذ أعضاء الميت بعد موته أو قبل موته، يقولون إذا مات دماغيا لا يجوز هذا لأنه في هذه الحالة غير جائز التصرف، بل ليس له تصرف لأنه بدأ به الموت. لا يجوز أننا نشلع أعضاءه وهو ما أذن بهذا، وليس لوليها وأقاربها صلاحية في أن يعلنوا، إنما هذا في حق الحي الجائز التصرف. إذا توفرت هذه الشروط أن يكون المنقول منه جائز التصرف، أن يكون لا ضرر عليه في نقل العضو ولا يتأثر بنقله، أن يكون المنقول إليه، أن يكون المنقول منه لا يتضرر بنقل العضو منه ولا يتأثر، أن يكون المنقول إليه ينتفع بهذا وهذا العضو يصلح له بتقرير الأطباء فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هل هذا الحديث يحمل لا سبق؟ نعم. عبد الله عنك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هل هذا الحديث يحمل على تحريم السبق، على تحريم السبق وإقامة المسابقات في غيرها من الأمور مثل المسابقات الرياضية أو الثقافية أو العلمية؟ وإذا كانت جائزة فهل يجوز جعلها على مال أو مكافآت تشريعية؟ نعم، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. السبق بفتح الباء هو المال الذي يؤخذ على المسابقة، والنصل هو الرماية بأي كان حالة الرماية في كل وقت لحسبه،
والخف هو البعير والحافر هو الخير، لأن هذه وسائل الجهاد في سبيل الله، الرماية وركوب الخيل وركوب الإبل هذه من وسائل الجهاد، فالتدرب عليها والتشجيع عليها يكون من وسائل الجهاد، تدرب على الجهاد في سبيل الله، فهذه يباح أخذ العوض عليها، أخذ المسابقة السبق عليها. أما ما عدا هذه الثلاثة من الرهانات، الأموال التي تؤخذ على الرهانات والمغالبات فإنها من الليث لا تجوز، هي ليسر، والميسر هو القمار، لا تجوز إلا فيما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطر على لا سبق إلا على حفر، لا يجوز أخذ العوض في غير هذه الثلاثة. وألحق بعض العلماء بالثلاثة مسابقات على المسائل الفقهية، مسائل العلمية، العلم الشرعي، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ المسابقة على المسائل العلمية التي تطرح على الطلاب، وما عداها فإنه لا يجوز، وهو القمار والميسر المحرم، لأنه أكل للمال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم السفر إلى مدائن صالح حيث إنني أريد الذهاب هناك للسياحة؟ لا يجوز قصد السفر إلى مشاهدة الآثار، فإن كانت هذه الآثار آثار شركية تعبد من دون الله، الأضرحة والمشاهد، هذا لا يجوز، وهو سفر محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. أما إذا كانت هذه الآثار آثار كفار ولا تعبد، فهذه إذا مر بها في طريقه لا بأس أن يدخلها، لكن لا يدخلها إلا للاعتبار، ما هو للتلجف، للاعتبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا على ديار ثمود وهم ذاهبون إلى ثبوت، قال لهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابه أو أن لا يصيبكم ما أصابه. فإذا مر بها في طريقه وهو لم يقصدها ولا سافر إليها، لكن مر في الطريق، هذا أنه يدخل للاعتبار والاستعاض لا للنزهة أو للإعجاب بالحضارة كما يقولون الحضارات القديمة، لا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين ليصيبكم ما أصابه. فالحاصل أنه لا يجوز السفر لأجل قصد الوقوف على هذه الآثار. أما لو مر بها في طريقه وهو لم يسافر من أجلها، إنما سافر لغرض مباح، فلا بأس أنه يدخلها للاعتبار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: عندي بنات وأنا الوكيلة عليهن، لأن أباهن قد فارقني ويوجد في بيت أبيهن دش، فهل آثم إذا ذهبنا إلى أبيهن للسلام عليه وأنا أعلم أنهن ينظرن إليه؟ وكذلك أختي عندها دش، هل أتركهن يذهبن إلى أختي لوحدهن؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا، لأن هذا يؤثر على البنات، الدش هذا وما يبثه وما يأتي عن طريقه كله فساد وشر، ويؤثر على من يشاهده وينفتن به أيضا، ينفتن به ويتطلع إليه، فهو وسيلة فتنة. فإذا كانوا إذا ذهبتم إليهم لا يستعملونه فلا بأس مع مناصحتهم بتركه وإبعاده، أما إذا كانوا يستعملونه والزوار يشاهدونه فهذا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إليهم، لأن هذا الذهاب فيه مفسدة، فيه مفسدة لا سيما على الأطفال الصغار، وربما يجرهم إلى أن يتعلقوا به ويطلبوا من
من وليهم أن يأتي به إليهم في بيتهم، فيكون تكون هذه الزيارة سببا للشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز لعن شخص بعينه إذا كان فاسقا أو كافرا، أم اللعن بالعموم على الفاسقين والكفار جميعا، وهل يجوز لعن الشيطان؟ أما لعن الشيطان فإنه ملعون، لعنه الله ولعنه رسول الله، لكن مش السبب اللي تلعن الشيطان، ما هو السبب؟ إن كان السبب لأنه حصل منك خطأ أو ذنب فلوم نفسك يا أخي. الشيطان يفرح بهذا، يفرح إن غواك، يفرح إن وقعت، وإذا لعنت تكبر وأعجب إنه أثر عليك وأدرك منك ما يريد، فأنت لا تشتغل بلعن الشيطان، اشتغل بالتوبة ومحاسبة نفسك والاستعاذة من الشيطان. بدل من تلعن الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما يزغلك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبدل من تلعن عن الشيطان استغفر واستعذ من الشيطان الرجيم، هذا هو المطلوب. وأما المعين لعن أصحاب لعن الكفار وأصحاب الكبائر هذا جائز، يجمع لعنة الله على الكافرين هذا في القرآن، لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذا على سبيل العموم جائز بالإجماع. وكذلك أصحاب الكبائر من المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، لعن الله المصورين، لعن الله آكل الربا وموطنه وشاهديه وكاتبه وأمثال ذلك أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا بأس بذلك. أما لعن المعين هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه لأنه لا يدرى، لعله يتوب، لعله يختم له بخير فلا يلعن المعين، وهذا لعل أنه هو الصحيح أنه ما يلعن المعين، إلا المعين الذي لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرعون، والذين جاء لعنهم في الكتاب والسنة فهم معينون هؤلاء يلعنون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: توفي رجل وصلي عليه بعد صلاة الظهر في مسجد عتيجة، ولما فرغوا من الصلاة قالوا إنه أوصى أن يقبر في قريته فحملوه إلى القرية، ووصلوا مع صلاة العصر ثم صلوا عليه في مسجد القرية بعد صلاة العصر، والسؤال: رافقه ناس من الرياض إلى تلك القرية وصلوا العصر بالمسجد مع الجماعة ثم صلوا على الميت مرة ثانية، هل هذا جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز ماذا عليهم؟ أفيدون جزاكم الله خيرا. هذا جائز، يعني هذا زيادة خير للميت وللمصلي، لو صليت عليه عدة مرات لا مانع، لا مانع من ذلك، لا سيما إذا حضرت الصلاة عليه مع جماعة فلا تجلس، صلي معهم تدعو له، هذا زيادة خير لك وللميت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: من فاتته سنة الفجر الراتبة فلم يذكرها إلا قبيل وقت الظهر أي في وقت النهي فصلاها عندئذ، هل فعله صحيح؟ وكم وقت النهي عند زوال الشمس؟ نعم، الرواتب تقضى لأنها سنة مؤكدة، فإذا صلاها قبل دخول وقت الظهر فإن هذا قضاء لها وهو مشروع. ووقت النهي يبدأ بتوسط الشمس فوق الرؤوس، إذا توسطت الشمس فوق الرؤوس دخل وقت النهي إلى أن تميل إلى المغرب ببروز الظل نحو المشرق،
يزول وقت النهي بزوال الشمس عن وسط الرؤوس. هو وقت قصير لا يتسع للصلاة، وقت قصير لا يتسع للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا مدير لدار نشر في فرنسا ولنا نشاط في الدعوة إلى الله، فقد ترجمنا بعض الكتب لأحد المشايخ بعد أخذ الإذن منه للغة الفرنسية، والسؤال: ما حكم قيام بعض الشباب على نشر كتابنا هذا على دائرة الإنترنت بدون أخذ الإذن منا، علما بأننا أصحاب الحق في هذه الترجمة؟ هذه خطوبة، هذه خطوبة بينك وبينهم، المرجع فيها إلى المسؤولين عن الإعلام، يعني هذا من صلاحيات وزارة الإعلام، هذه خطوبة بينكم وبينهم، ولا شك حقوق التعليق، حقوق الطبع، أنها محفوظة، لا يجوز التعدي عليها، ولكن إذا صار بينكم شيء فهذا مرجعه إلى المسؤولين عن الإعلام، عن الإذن لفتح الكتب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكم إذا هنأ المشرك المسلم على أعياد المشركين، هل يرد المسلم عليه أم لا؟ لا، أعياد المشركين لا يجوز المشاركة فيها ولا التهنئة فيها، ولا يرد على من هنأه فيها، بل يمكن عليه ويقول: هذا لا يجوز لنا، نحن مسلمون، وهذه أعياد كفر، نحن لا نحبها وننكرها. نعم. فلا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، ولا يجوز أن يرد عليهم المسلم إذا هنأوه بها، لأنها ليست أعياد المسلمين ولا يفرح بها المسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نحن مجموعة من الطلاب، كذلك الأعياد البدعية، الأعياد البدعية مثل عيد المولد وعيد الأعياد المبتدعة التي يعملها المبتدعة، يعني لا يهنأ فيها، لا يشارك فيها ولا يهنأ بها. نعم. لأنها ليست من أعياد الإسلام، فهي أعياد بدعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نحن مجموعة من الطلاب نقوم بتشريح أجساد الكفار وتمس أيدينا أجسادهم، هل ينتقض وضوءنا؟ لا ينتقض وضوءكم، لأن جسم الآدمي طاهر، لا حتى النجاسة ما هو نجس، جسم الآدمي طاهر، ألا ينتقض وضوءكم في ذلك؟ نعم. أحسن الله إليكم. إذا مس الفرد مباشرة بغير حائل، سواء من حي أو من ميت، ينتقض الوضوء. أما مس بقية الجسم سواء من حي أو من ميت آدمي، هذا لا ينقذ الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم من يقوم بتضمين شعره آيات من القرآن بحيث يجعل آية من القرآن أو بعض آية بيتا من الشعر، وما حكم من يغني بعض آيات من القرآن في الموسيقى؟ لا يجوز هذا، تغنين لا يجوز، التغنية بالآية هذا أشد، هذا يستهزى بالقرآن وهو ردة عن دين الإسلام. أما التغنين هذا محرم، هو موجود في بعض الكتب، كتب العروض موجود فيها شيء، في بعضها من تغنيم البيت يكون أوله شعر وآخره جزء من الآية، وقد استنكره العلماء، صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء من عهد قريب في تحريم هذا. أما إذا جعله أغنية هذا ردة عن دين الإسلام، لأن هذا من السخرية في كتاب الله، الاستهزاء بكتاب الله عز وجل، وجعل القرآن شعرا، القرآن ليس بشعر، القرآن كلام رب العالمين وما هو بقول شاعر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إني أديت مناسك العمرة، ولكن بعد أن أحرمت وضع رجل في يدي قليل من الطيب، وأكملت مناسك العمرة على هذا، إلا أنني عدت مرة أخرى فأحرمت من الميقات مرة ثانية وثالثة، والسؤال: السنة في العمرة الأولى هل هي تامة؟ إن شاء الله
وإذا لم تتعمد إذا لم تتعمد وضع الطيب على يدك وعلى ثوبك ليس عليك شيء، وإن تعمد فإن كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، لأن الناسي والجاهل لا يؤاخذ. لكن عليك في كل الأحوال سواء كنت متعمدا أو جاهلا أو ناسيا عليك بإزالة الطيب، المبادرة بغسل الطيب من ثوبك أو من بدنك. فإذا لم تغسله جهلا أليس عليك شيء أو نسيانا؟ لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه امرأة تقول إن لديها ولد يدرس في تحفيظ القرآن ويستلم مكافأة شهرية وأمه عليها دين، هل لها أن تأخذ من مكافأته وتسدد دينها؟ نعم، إذا كان هذا ما يضر الإبن، ما يضر الإبن ولا يحتاجه الإبن، فلها أن تأخذ من ماله. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا كان هذا لا يضر الإبن فلا يحتاجه الإبن، بل هو فاضل عن حاجته، فلا بأس أن تأخذ منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: هل تصح الصلاة في المسجد الذي كائن في مكان العمل إذا كان لا تصلى فيه إلا صلاة الظهر، لا سيما وأنه يوجد مسجد قريب من العمل؟ إذا كان الصلاة في المسجد الذي في العمل أضبط للعمل والناس يصلون فيه، صل معنا الحمد لله. إذا كان فيه جماعة صلون، صل معهم، لأن هذا أقرب وأيسر للموظفين وأيضا أضبط للعمل، لأنهم لو خرجوا إلى المسجد حصل تفرق، حصل ربما أن بعضهم ما يرجع، فهم يجعلون الصلاة داخل الدوائر من أجل ضبط العمل، والعمل أمانة، أمانة في ذمة. إذا صلى المسلمون في الدائرة جماعة فإنك تصلي معه، ولو كانوا ما يصلون إلا هالوقت وقت الدوام فهذا إذا أحسن الناس فأحسن معه، وإذا أساءوا تجنب إساءته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هذا السائل: يقول بعض الناس المعادين لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن شيخ الإسلام والإمام محمد بن سعود خارجين عن حكم ولي الأمر الدولة العثمانية وقد شقوا عصا الطاعة، وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، ما رأيكم في هذه المقولة أثابكم الله؟ وهذا الذي يقول هذه المقالة هل هو ملتزم بالسمع والطاعة؟ أغلب اللي يقولون هذه المقالة يرون الخروج على الأئمة الآن، ولا يلتزمون ولا يعترفون بولاية ولاة الأمور. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود لم يخرجوا على ولي الأمر في وقتهم، لأن الدولة العثمانية ليس لها سلطة على بلاد نجد، وإنما كانت بلاد نجد بيد أمرائها، كل بلدة عليها أمير مستقل بها، كل بلدة من بلاد نجد عليها أمير مستقل بها يحكمها، وإذا مات يخلفه أحد أبنائه أو أقاربه، فليس للعثمانيين سلطة على بلاد نجد ولا يهتمون بها. الدولة العثمانية ما تهتم بالبلاد نجد، لأن ما فيها إنتاج في وقتها، لا يهتمون بها، وإنما حاربوا الدولة السعودية ما هو لأنهم خرجوا عليهم، حاربوهم خوفا منهم، حاربوا الدولة السعودية خوفا منها لما عظم شأنها وظهر أمرها، خافوا منها فحاربوها خشية على أن الدولة السعودية تغزوهم في بلادها، هذا القصد، وإلا هم ليس لهم سلطة على بلادها، وإنما كانت بلاد نجد بيد أمرائها وحكامها جيلا بعد جيل، حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة وناصره محمد بن سعود، فبسطوا سلطتهم على بلاد نجد كلها وعلى غيرها من بلاد الجزيرة، مكنهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم قاموا
بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام، فدخلت الإمارات كلها التي كانت من قبل متوزعة في نجد دخلت تحت سلطة واحدة. فحينئذ خشيت الدولة العثمانية أنهم يصلونهم في بلادها، في بلاد العراق وفي بلاد الشام، خشوا على أنفسهم. وأيضا عندهم خرافات وعندهم أضرحة، فخشوا على ما هم عليه، عندهم تصوف وبدع، فخشوا على ما هم عليه من هذه الأمور إن دعوة الشيخ تغيرها. لذلك حاربوا الدولة السعودية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: تقدم لأختي شخص يدخن ولا أظنه يصلي، ووافق عليه كل أهلي وافقوا على جوابه ورفضت أنا. السؤال: هل اعتراضي يعتبر عقوق لوالدي لأني خالفتهم؟ اعتراضك يعتبر نصيحة، يعتبر من باب النصيحة، أنت نصحت وأحسن فينقبل منك فالحمد لله، وإلا فإنك أديت ما عليك وأبرأت ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم قول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهل هذا من الأدب مع الله عز وجل؟ هذا لا أعرفه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المأثور الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، لأن الله لا يقدر إلا ما فيه خير. الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة وفائدة، حتى ولو كان مما يكرهه الناس ففيه حكمة عظيمة وفيه فائدة، فهو بالنسبة إلى الله خير كله. أما بالنسبة إلى الناس فقد يكون فيه كراهة لهم، لكن عاقبته إلى خير. فمثلا الحدود والقصاص، الحدود قطع اليد، هذه لا شك أنها مكروهة للناس لأنها تؤلمهم، ولكن عاقبتها حميدة، الله قدرها رحمة بالأمة وشرعها رحمة بالأمة لأجل أن يعملوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويستفد بالأمن. والضرر الذي يحصل فيها جزئي، ولما المصلحة فهي عامة، مصلحتها أعظم من الضرر الذي يحصل فيها، فهي خير. الله لا يشرع شيئا إلا وفيه خير، ولو كان مكروها لبعض الناس أو مؤلما لبعض الناس لكن فيه خير. والله يحمد على كل حال، يحمد على كل شيء لما قضى وقدر سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندنا إذا حصل مضاربة فيما بين أشخاص يقوم أفراد القبيلة بالصلح، وهو أن يدفع الطرف المعتدي من المال ما يقدر بعشرة آلاف أو عشرين ألف وقد يزيد، علما بأن هذا المبلغ يوزع على جميع أفراد القبيلة ويدفعونه بالتساوي. السؤال: ما حكم هذا الصلح؟ وما حكم إلزام القبيلة به؟ وهل تجوز مساعدة الطرف المعتدي في دفع هذا المبلغ؟ هذا ليس بصلح، هذا حكم وإلزام. الصلح لا يجبر عليه أحد، يعرض على الناس فإن قبلوه وإلا لم يجبروا عليه، وهذا ليس بصلح، هذا حكم إجباري وللعوائد البادية، عوائد القبائل. فإن كان عندكم محاكم شرعية فلا يجوز لكم أن تعدلوا عنها، بل يجب عليكم التحاكم إلى المحاكم الشرعية، لا يجوز لكم هذا، أن تعدلوا عن المحاكم الشرعية إلى عوائد القبائل وعوائد البادية. أنا من أحكم بالطاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. أما إذا لم يكن عندكم محاكم شرعية فأنتم تصلحون بين الناس بدون إلزام، بدون إلزام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إنني مسؤول عن صفحة في الشبكة العالمية في الإنترنت، وضعت بها ركنا للإجابة على أسئلة زوار هذا الموقع من جميع أنحاء العالم. نعم. يقول: إنني مسؤول عن صفحة في الشبكة العالمية في الإنترنت، ووضعت بها ركنا للإجابة عن أسئلة الزوار من جميع أنحاء العالم لهذا الموقع، ثم أعرض أسئلتهم على فضيلتكم، وإلى هذه اللحظة ما زلت أجمع الأسئلة وسوف لن أنشرها حتى أعرضها على فضيلتكم، هل توافقون على نشرها من جانبكم؟
لا بد من الاطلاع عليها. فإذا إن شاء الله رأيناها أسئلة صحيحة أجوبة صحيحة وليس فيها خطأ فلا مانع من نشرها. نعم. أما إذا كان فيها أخطأ فلا بد من تعديلها. وهذا يلزمكم في إجاباتي وإجابات غيري، يلزمكم تعرضونها على أصحاب قبل أن تنشر. نعم. كان يريد أن يعرضها على فضيلتكم ثم تجيبون أنتم عليها. لا، هو اللي فهمت أنه يسجل من هذه الأجوبة. أما إذا كانت أسئلة ليس عليها أجوبة هذه نحن لا نشتغل بها. الأسئلة اللي ما عليها أجوبة ما عندنا استعداد لكي نتقبلها ونجاوب عليها لأن ما عندنا وقت في هذا. لكن إن كان قصده أنه يسجل من هذه من هذا الدرس فلا بد من عرضه قبل أن ينشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أيهما أولى بالحضانة لطفل عمره 6 سنوات وقد تزوجت أمه بزوج وأبوه رجل عنده بعض المعاصي ولكنه يصلي أحيانا، فأيهما أولى بالحضانة؟ هذه خطوبة، هذه خطوبة، ولا ننسلكم كم مرة لا تعرضون علينا المسائل اللي فيها خطوبة، هذه عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: حصل عندي إشكال في أهل الفترة، هل بلغتهم دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث إنهم يعتبرون غير معذورين أم أنهم يمتحنون يوم القيامة؟ فأرجو البيان. أمره إلى الله سبحانه وتعالى. اللي ما بلغهم دعوة نبي من الأنبياء هؤلاء هم أهل الفترة، اللي ما بلغتهم دعوة نبي من الأنبياء وإنما بقوا على كما ولدتهم أمهاتهم هؤلاء هم أصحاب الفترة. أما الذين بلغتهم دعوة نبي هؤلاء قامت عليهم الحجة ولا يعتبرون أصحاب الفترة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: إذا مات لها قريب فإنها تذهب للصلاة عليه في المسجد مع الرجال حيث يصلي النساء على جنازة اتباعا أو تبعا للرجال كي يحصل لهن قراط من الأجر، والسؤال: هل يشرع ذلك لهن أم أنه يعتبر من اتباع الجنائز؟ لا، ما هو من اتباع الجنائز، هذا يشرع للرجال والنساء. الصلاة على الميت يشرع للرجال والنساء سواء صلينا عليه منفردات على الجنازة أو صلينا عليه تبعا للرجال خلف الرجال، ولهن الأجر في ذلك إن شاء الله. نعم. أما اتباع الجنازة هو السير معها إلى المقبرة، لا يجوز للمرأة أنها تسير مع الجنازة إلى المقبرة. أما أن تجي للمسجد تصلي خلف الرجال على الجنازة هذا شيء طيب. نعم. أو تصلي عليها قبل أن تخرج إلى المسجد وهي في بيت، صلي عليه المرأة أو النساء يصلين عليه في البيت قبل أن يحمل إلى المسجد شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: رأيت في المنام شخصا قد توفي ودار بيني وبينه حوار وأخبرني أنه من أهل الجنة، السؤال: هل أخبر أهله بذلك وهل يجزم أنه من أهل الجنة؟ على كل حال أنا لست عبد الأحلام، ولكن الرؤيا إذا كانت رؤيا سارة فإنك تخبر بها إن شاء الله، ولا تمر من رؤية فيه إذا كتمتها ولم تخبر بها أحدا ولم تؤولها فإنها لا تخبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما رأي فضيلتكم في مسألة التورق مع توضيح الحكم بالدليل وحكم العمل به؟ تورق أن يأتي محتاج إلى نقود، يأتي إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير صاحبها، يبيعها في السوق بثمن حال يرتفق به ويقضي به حاجته، فإذا حل المؤجل يسدد له ثمن السلعة. هذه الجمهور على جواز هذا العمل، وحاجة الناس تدعو إلى هذا، وفيها حماية من اللجوء إلى الربا، حاجة الناس تدعو إلى هذا اليوم، وأجازها جمهور أهل العلم، وليس فيها ربا لأن بيع وشراء لا فيها ربا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة أجرت عملية بالمستشفى وصلت 3 أيام بدون وضوء لعدم قدرتها على استعمال الماء. امرأة أجرت عملية بالمستشفى وصلت 3 أيام بدون وضوء لعدم قدرتها على استعمال الماء
وطلبت من زوجها إحضار تراب حتى تتيمم به، ولكنه ما وجده بالمستشفى فصلت بدون وضوء ولا تيمم. السؤال: هل صلاتها صحيحة أم عليها الإعادة؟ صلاتها صحيحة إن شاء الله، لأنها أدت ما تقدر عليه. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. إذا كانت لا تقدر على الماء وأيضا لا تقدر على التراب، ما عندها تراب، تعذر عليها الأمران وخشيت من خروج الوقت، إنها تصلي على حسب حالها. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه امرأة عندها أرض زيتون تؤتي أكلها كل عامين مرة واحدة، وتقوم هذه المرأة ببيع إيراد هذه الأرض عند حصول المحصول وتحصل على مبلغ نقدي عند أصله. السؤال: هل صحيح أن ثمار الزيتون لا زكاة فيها كما أخبرها بذلك بعضهم، أخذ من قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لأن هذا في الحبوب فقط، أما الفواكه فما عليها زكاة؟ نعم، هو كذلك، الفواكه ما عليها زكاة، زكاة في الحبوب والثمار، زكاة في الحبوب والثمار التي تتخذ للقوت. أما البطيخ والفواكه هذه ليس فيها زكاة في نفسها، ولكن إذا باعها وحال الحول على قيمتها فإنه يزكي القيمة. إذا باعها وحال الحول على قيمتها بعد البيع فإنه يزكي القيمة. نعم. والزيتون من الفواكه، الله إليكم، الزيتون من الفواكه، نعم، ما هو قوت، ما هو باتخاذ القوت، باتخاذ الإدام، فهو ليس قوتا. نعم. أما العنب يجفف يصير قوت، يوكل، يغذي، يكفي عن التمر وعن البر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ؟ هذا عنه جوابان يا أهل العلم. الجواب الأول أن معنى ينسأ له في أجله، يعني يؤخر له ويمدد له في أجله، أن معناه أنه يبارك له في أجله، يجعل الله عمره مباركا في الطاعة فيكون كالعمر الطويل وإن كان قصيرا بالعمل الصالح. والقول الثاني وهو الصحيح والله أعلم، أن المراد إن هذا تأخير مبني على سبب، أن الله قدر أن يطول هذا العمر على سبب يفعله هذا الشخص، فإن وجد السبب وجد طول العمر، وإن لم يوجد السبب لم يوجد طول العمر، مبني على سبب، جعل صلة الرحم سببا لطول العمر، فإذا وجدت وجد المسبب، وهو أن الله يمد في عمره ويطيل عمره، فهذا تقدير مبني على سبب، وهذا هو الراجح، أرجح الجوابين هو هذا. نعم. لأن هناك من المقادير ما قدر على أسباب، إذا وجدت وجد المسبب، وإذا لم توجد لم يوجد المسبب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول في قولهم: ينجس الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، كيف نجمع بين هذا القول وبين حديث بئر بضاعة؟ تغير على قسمين: تغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة فهذا نجس بإجماع العلماء. تغير الثاني بغير النجاسة، تغير بشيء طاهر لكن لم يدل عنه اسم الله، فهذا الصحيح أنه طهور، أنه يتوضأ به، ومثل بئر بضاعة تغير بطاهر ولم يدل عنه اسم الماء فهذا طهور على الصحيح من أقوال العلماء. أما إذا جال عنه اسم الماء أصبح لا يسمى ماء، كما لو وضع فيه شاهي، وضع فيه شاهي ما قال هذا ماء، قال هذا شاهي، أو وضع فيه حنة تغير بالحنة ما قال هذا ماء، قال هذا حنة، أو وضع فيه أصبار تحول، هذا لا يطهر لأنه زال عنه اسم الماء، ولو كان ما تغير به طاهرا لأنه زال عنه اسم الماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة منذ 4 سنوات وهي في بيت أهلها، ثم طلقها زوجها ولم يمسها في هذه المدة. يعني امرأة منذ 4 سنوات وهي في بيت أهلها، ثم طلقها زوجها ولم يمسها في هذه المدة، هل يجوز أن تعقد على زوج آخر مباشرة بعد طلاقها؟ لا يجوز، هذا حرام، بل يجب عليها العدة لأنها في ذمة زوج، وطلقها يلزمها العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض أو 3 أطهار، هذا عام للتي كانت سوطة أو التي ما كانت سوطة، ما دامت في ذمة زوج دخل بها وطلقها حتى ولو لم يمسها يجب عليها العدة، إنما تسقط العدة عن التي عقد عليها وطلقها قبل الدخول، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما هذه المرأة ما دامت قد دخل بها ثم طلقت فإنها تجب عليها العدة، سواء كان زوجها يقعها أو كان ممتنعا عنها ولو سنين تلزمها العدة، نعم، لأنها مطلقة بعد الدخول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم الرقص للنساء بالأعراف مع استعمال الدف، وهل للرجال استخدام الدف وسماعه في الأعراف؟ يباح للنساء، بل يسن للنساء ضرب الدف والغناء المعتاد اللي ما فيه تطريب ولا فيه تكثير ولا فيه مجون ولا معه آلة له، إنما معه دف فقط، هذا السنة لأجل إعلان النكاح، وإذا رقصنا هو مباح لنا الرقص، لكن ما هو الرقص المعروف الآن الماجن، الرقص الماجن هذا لا يجوز، لكن الرقص المحتشم اللي معه ستر معه صيانة، إنما هو مجرد تمايل بين النساء بعضهن مع بعض من إظهار الفرح والسرور مع ستر المرأة لنفسها، ما هو الرقص الخلاعي المعروف الآن هذا لا بأس به، مباح، نعم، إن شاء الله، بشرط أن يكون هذا في محيط النساء ولا يطلع عليهن الرجال. نعم. واستخدام الرجال الدف في الأعراف لا يجوز، إنما ورد هذا حق النساء، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به النساء ولم يأمر به الرجال، الخاص بالنساء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل الألعاب المصنوعة على شكل إنسان وحيوان، ألعاب الأطفال، هي تماثيل وأصنام يجوز بيعها وشراؤها؟ وإذا كان بعضها مجسما ولم تظهر فيه ملامح الإنسان أو الحيوان بحيث تطمس العينين أو تطمس العينان والفم والأذنان، هل يجوز جلبها للأطفال والحالة هذه؟ ما كان على صور ذوات الأرواح فإنه محرم، سواء كان رسما أو فوتوغرافيا أو مجسما إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ألا يجوز شراء الصور ولا بيعها ولا اقتناؤها، بل الواجب إتلافها أو إهانتها تكون ممتهنة. وأما لعب الأطفال إذا كانت على شكل الحيوانات والحكم هذه موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز، كيف نربي أولادنا على الصور وعلى التماثيل، هذه تربية سيئة، فالصحيح أنه لا يجوز حتى ولا للأطفال. وهناك لعب كثيرة ما فيها محذور، مثل السيارات، صور السيارات، صور المعدات، أشياء ما فيها أرواح متحركة ولا فيها أرواح تغني عن الصور. أما إذا طمس الوجه فلا محذور في ذلك، لأن الصورة هي الوجه، فإذا طمس الوجه فلا محذور في ذلك ولا تسمى صورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا التقى ذكر الإنسان في فرج المرأة بدون حائل وبدون إيلاج، هل يوجب ذلك الغسل؟
لا بد من الإيلاج. إذا التقى الختانان ولا يلتقي الختانان إلا بالإيلاج، ختان الرجل وختان المرأة، إذا حصل إيلاج فإنه يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. أما مجرد المباشرة من غير إيلاج هذا لا يجب الغسل إلا إذا حصل دف المني، فيجب الاغتسال لدف المني لا للإيلاج، لأن الاغتسال يجب لأحد أمرين، إما بدف المني بلذة أو باحتلام، وإما بالإيلاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز التسمي بعبد الهادي؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من التسمي بعبد الهادي، لأن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول أحسن الله إليكم، إذا دخل شخص على مجموعة وهم في مجلس هل يصافحهم أم يكتفي بالسلام عليهم جملة؟ يخير، إن شاء صافحهم وإن شاء سلم عليهم وجلس، وكونه يسلم عليهم ويجلس أحسن، إلا إذا كان يتأثرون إذا لم يصافحهم، أو فيهم أحد يتأثر إذا لم يصافحهم، فإنه يصافحهم دفعا للمحذور. أما إذا كانوا ما يتأثرون بهذا يكفي أنه يسلم عليهم ويجلس، إلا إذا كان أنه مبطن عنهم، ما رآهم، فإنه يصافحهم لأجل أنه مبطن عنهم. أما إذا كان أنه قريب العهد بهم فيكفي أنه يسلم، إلا إذا كان عدم مصافحته تأثر لهم أو لبعضهم، جرت العادة بالمصافحة ولو خلاها قالوا هذا وراء وهذا تكبر على حاضرنا، فإنه يصافحهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أنا رجل أغضب غضبا شديدا وعندئذ أكثر من اللعان والشتام والسباب، ما حكمي وما العمل في مثل حالتي؟ هذا لا يجوز، الله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فإذا صادت الغضب فاستعذ بالله ويذهب عنك هذا الشيء. وقد تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهما انتفخ أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأخبر الرجل بذلك فقالها فذهب عنه ما يجب، فعليك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم فسيذهب عنك هذا كله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما المراد بالتردد في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته؟ مراد بالتردد في حق الله كراهة، كراهة ما يكرهه عبده المؤمن، كراهة ما يكرهه عبده المؤمن، فالعبد يكره الموت والله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، هذا معنى التردد، يعني آخر الحديث يشرح أوله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم تشميت العاطف ورد السلام سواء كان بالكلام أو بالمصافحة يوم الجمعة والإمام يخطب؟ يوم الجمعة والإمام يخطب يجب الإلصاق ولا يرد السلام على من سلم ولا يشمت العاطف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإلصاق وعدم الكلام، والتشميت كلام، تشميت العاطف كلام، رد السلام كلام، ولا يسلم الذي يدخل لا يسلم، هو هذا وقت السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هذه السائلة تقول ما حكم السفر إلى بلاد الخارج مع الزوج والأولاد علما بأنني ملتزمة بالحجاب بدون تغطية الوجه؟ السفر الزوج والأولاد إذا احتاج الزوج إلى السفر لعلاج، أو أنت محتاج أو أحد الأولاد محتاج لعلاج فاقتضى هذا أن تسافر من أجل العلاج، أو لدراسة الزوج محتاج إلى دراسة ولا توجد هذه الدراسة إلا في الخارج سافر من أجلها، أو لتجارة يتوقف حصوله عليها على السفر لأجل التعاقد مع شركات أو مع مصانع أو مع تجار، هذه الأمور أو ما هو أهم
وهو أن يسافر لأجل الدعوة إلى الله إذا كان من العلماء، ويسافر لأجل الدعوة إلى الله، دعوة إلى الإسلام. هذه أمور إما يباح السفر من أجلها أو يشرع الدعوة إلى الله، فلا بأس أن تسافري معه، ولكن الحجاب واجب عليك هنا وفي الخارج. أنت مسلمة، المسلمة مسلمة في أي مكان، ما دام الحجاب واجبا عليك في هذا البلد فهو واجب عليك في أقصى الأرض وأدناها. المرأة تلتزم بأحكام الدين في أي مكان، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. الواجب عليك تغطية وجهك كما تغطينه هنا، لأن الحكم واحد، تغطين وجهك ولست في هذا هراء، بل هذا فيه شرف، هذا فيه شرف التي وتمثلين الإسلام تمثيلا صحيحا بالستر والحياة والعفة. لا نتنازل عن شيء من أحكام ديننا من أجل مجاملة الكفار أو من أجل الخوف من الكفار، مع أنهم ما يؤذونها، حتى ما يؤذونها ولا يتعرضون لها بشيء، لكن لا قدر أنهم يؤذونها أو يتعرضون لها فالمسلم لا يتنازل عن دينه. فإذا توقف السفر على ترك الحجاب فلا تسافر، لا تسافر إذا توقف على ترك الحجاب، مع أنه ما يتوقف، والحمد لله ما في أحد ممنوع من الحجاب ولا ممنوع من الصلاة ولا ممنوع من، فالسفر لهذه الأغراض مع الالتزام في أحكام الدين لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول نلاحظ هذه الأيام جرأة عدد من الشباب في الكلام على العلماء وانتقاصهم، حتى وصل الأمر بهم إلى وصفهم بالمداهنة. أرجو منكم التبيين في هذا الأمر وخطر الكلام في العلماء وتوجيه الشباب في هذا الأمر. الإنسان لا يدري إلا على نفسه، إذا تكلم في المسلمين علماء أو غير علماء، إذا تكلم في أعراض المسلمين فإنه لا يضر المسلمين وإنما يضر نفسه، فيكون مغتابا، يكون مغتابا يأكل لحوم الناس. الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. وغيبة أهل العلم أشد، لأن أهل العلم هم محل الثقة للأمة وهم القدوة، فإذا اغتابهم وتناول منهم فإن هذا يسيء إلى الدين ويسيء إلى العلم الذي يحملونه ويدهد الناس فيهم، يترتب عليها أضرار ومحاذير كثيرة. كل محذور منها يكفي للتأثيم ويعرض للعقوبة. فعلى المسلم أنه يمسك لسانه ولا يتكلم في المسلمين عموما وفي ولاة الأمور وأهل العلم خصوصا، يمسك لسانه، فإن لم يمسك لسانه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يجري إلا على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل توفي وقد تبرع زملاؤه في العمل لأسرته المكونة من ولد وبنت وزوجة بشيء من المال. رجل يقول أحسن الله إليكم، رجل توفي وقد تبرع زملاؤه في العمل لأسرته المكونة من ولد وبنت وزوجة بشيء من المال، كيف يقسم هذا المال فيما بينهم؟ إذا كان إن الهبة لهم جميع يقسم بينهم بالسوية، أن هذا ما هم ميراث، هذه هبة وعطية. فإذا أعطوا المال جميعا ويدير هذا لأسرة فلان أو لأولاد فلان فإنه يقسم بينهم بالسوية، وإن كان للنفقة ينفق عليهم منه، ينفق عليهم يحتفظ به وينفق عليهم منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا دخل الإنسان إلى دورة المياه ثم نسي أن يقول دعاء دخول الخلاء، هل يجوز له أن يقوله عند الخلاء؟ يقوله في نفسه، لا يتلفظ، يقوله في نفسه ويكفي، لكن التلفظ في الذكر ما يجوز، يكره في الخلاء. وإذا كان من القرآن فإنه يحرم أو ذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز قول اللهم لا تشغلنا إلا في طاعتك؟ ما أعرف لهذا الدعاء أكثر،
لكن لو قال اللهم استعملني بطاعتك كان هذا أحسن. نعم. أو اللهم وفقني بطاعتك أفضل من قوله لا تشغلني. أنا ما أعرف هذا اللفظ النواني. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: صاحب الكبيرة هل يجيب على الأسئلة في القبر؟ نعم. يقول صاحب الكبيرة هل يجيب على الأسئلة في القبر؟ المؤمن يجيب. نعم يسأل يعني جسده يمتحن في القبر. نعم المؤمن والمنافق أيضا. المؤمن والمنافق كل منهم يمتحن في قبره. نعم ولو كان عنده كبائر يمتحن في قبره. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سأله حذيفة رضي الله عنه: هل بعد هذا الخير من هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفيه دخن؟ يعني فيه شر. دخن يعني الشر. أو خير معه شيء من الشر. حكمة من الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ما يكون الوقت كله خير صافي، بل يكون هناك شيء من الشر من أجل الابتلاء والامتحان. لكن أحيانا يغلب الخير وأحيانا يغلب الشر. أما أن يكون الوقت صافيا بأهله ما فيه إلا خير ما هو موجود، هذا يتنافى مع حكمة الله. أو كل شر وليس فيه خير هذا يتنافى مع حكمة الله. لا بد يوجد الخير والشر للابتلاء والامتحان إلى أن تقوم الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة: عندما قال عمر لسارية: يا سارية الجبل، هل يعتبر هذا من اطلاع على علم الغيب؟ وهل يكون اطلاع شيء من علم الغيب من كرامات الأولياء؟ وإذا كان كذلك فما هو التوفيق بينه وبين قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا؟ ليس هذا من اطلاع على هذا من الكرامات، كرامات الأولياء أجراها الله على عمر لأجل مصلحة المسلمين. الكرامة إنما تكون لحاجة للدين، حاجة للدين أو لنفع المسلمين. هذه للدين ولنفع المسلمين كليهما. فالله ألهم عمر رضي الله عنه أن قال هذه الكلمة، ونقل صوته إلى القائد في المشرق سمع صوت عمر. والله على كل شيء قدير. وهذا من كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء ثابتة من كتاب السنة وأجمع عليها أهل السنة، وهي الخوارق التي يجريها الله على يد أوليائه إما لحاجة بهم إليها وإما لنفع المسلمين. وهذه التي جرت على لسان عمر هي من هذا النوع، لنفع المسلمين ولحاجة الدين إليها. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: إذا نسيت أن أنوي الصيام، هل يجوز لي بعد أن أستيقظ من النوم بعد صلاة الفجر أن أفطر صيامي أم لا؟ إذا لم تأكل ولم تشرب بعد الفجر والصوم تطوع فلا بأس أن تنوي الصيام من النهار تطوع، بشرط أن لا تكون قد أكلت أو شربت بعد الفجر. وأما الفريضة، صوم الفريضة، فهذا لا يصح بنية من النهار، حتى ولو لم تأكل ولم تشرب لا يصح بنية من النهار، لأنه مضى وقت من النهار ما نويت. النية لابد تكون مصاحبة لجميع النهار. أما لو أنك تبي تصوم فريضة قضاء أو نذر أو صيام رمضان عاجل على الصوم ولكن ما تيقظت للسحور فيجوز، فيجب عليك أنك تصوم ويصح صومك، لأنك ناوي من الليل، والأكل والشرب عند السحور ليس بشرط، ليس هذا بشرط، فأنت ناوي من الليل، النية موجودة، فإذا صحوت تستمر على هذه النية وتكمل يومك صومك صحيح، لو ما حصل فيه أي مناقض. نعم. النية موجودة ولم تأكل ولم تشرب بعد الفجر الصوم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النافلة فلو أصبحت وأنت لم تنوي صوما ولا خطر على بالك أنك تصوم، لكن لما أصبح بدالك أنك تصوم وأنت ما أكلت ولا شربت بعد الفجر يجوز الإسلام، لا بأس، لأن النافلة أوسع من الفريضة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل أهله هل عندهم من شيء، قالوا لا، قال إني إذا صائم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل تجوز الصلاة وفي جيب سورة مثل سورة الأوراق السبطية بطاقة الأحوال ونحوها؟ الأشياء الضرورية التي تحتاجها لا بأس إذا تكون في جيبك تخفيها ولا تظهرها للحاجة. لا. أحسن الله إليكم، ويقول: هل يجوز شراء الأضحية بدين إلى أجل؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب له أن يستدين، لأن الأضحية شعيرة من شعائر الدين ومرغب فيها، فيضحي ولو بالدين يستدين لأجل أن يقوم بهذه الشعيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم صناديق الاستثمار الموجودة في البنوك؟ لا يجوز الاستثمار في البنوك، لأن البنوك لا تستثمر إلا بالربا، لا تستثمر إلا بالربا، وهي قائمة على الربا. وكونهم يقولون عندنا استثمار إسلامي هذا ما هو صحيح، إنما يريدون ترويج على الناس، لأنهم لو كانوا صادقين لتركوا الربا نهائيا. وكيف إنه يقولون لهم أنتم تعالوا نعطيكم استثمار إسلامي، والناس الثانيين يقولون نعطيكم استثمار ربوي؟ هذا ما هو صحيح، هذه خديعة للناس. إما أن يتوبوا من الربا نهائيا ويتركوا الربا حتى نصدقهم ونتعامل معهم، وأما أنهم يخدعوننا ويقولون أنتم نجعل لكم فرع إسلامي والربا باقي في البنك، هذا إنما هو لأجل جلد المال، ما هو توبة إلى الله عز وجل. نعم، يكفي هذا. يترتب عليها أضرار ومحاذير كثيرة، كل محذور منها يكفي للتأذين ويعرض للعقوب. فعلى المسلم أنه يمسك لسانه ولا يتكلم في المسلمين عموما، وفي ولاة الأمور وأهل العلم خصوصا يمسك لسانه، فإن لم يمسك لسانه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يجني إلا على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل توفي وقد تبرأ زملاؤه في العمل لأسرته المكونة من ولد وبنت وزوجة بشيء من المال. رجل يقول: أحسن الله إليكم، رجل توفي وقد تبرأ زملاؤه في العمل لأسرته المكونة من ولد وبنت وزوجة بشيء من المال، كيف يقسم هذا المال فيما بينهم؟ إذا كان إن الهبة لهم جميع يقسم بينهم بالسوية، أن هذا ما هم ميراث، هذه هبة وعطية. فإذا أعطوا المال جميعا وقيل هذا لأسرة فلان أو لأولاد فلان، فإنه يقسم بينهم بالسوية، وإن كان للنفقة ينفق عليهم منه، ينفق عليهم يحتفظ به وينفق عليهم منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا دخل الإنسان إلى دورة المياه ثم نفي أن يقول دعاء دخول الخلاء، هل يجوز له أن يقوله عند الخلاء؟ يقوله في نفسه، لا يتلفظ، يقوله في نفسه يكفي، لكن التلفظ بالذكر ما يجوز، يكره الخلاء. وإذا كان من القرآن فإنه يحرم، أو ذكر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز قول اللهم لا تشغلنا إلا في طاعتك؟ لا أعرف لهذا الدعاء أصلا، لكن لو قال اللهم استعملني بطاعتك كان هذا أحسن. نعم. أو اللهم وفقني بطاعتك أفضل من قوله لا تشغلني، أنا ما أعرف هذا اللفظ الوالي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صاحب الكبيرة هل يجيب على الأسئلة في القبر؟ نعم. يقول: صاحب الكبيرة هل يجيب على الأسئلة في القبر؟ المؤمن يجيب، نعم، يسأل، يعني قبله يمتحن في القبر. نعم، المؤمن والمنافق، أيوة، المؤمن والمنافق كل منهم يمتحن في قبره. نعم، ولو كان عنده سبب يمتحن في قبره. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سأله حذيفة رضي الله عنه: هل بعد هذا الخير من هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفيه دخل؟ يعني فيه شر، دخل يعني الشر، أو خير معه شيء من الشر،
حكمة من الله سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة فإلينا ترجعون. ما يكون الوضع كله خير قابل، بل يكون هناك شيء من الشر من أجل الابتلاء والامتحان، لكن أحيانا يغلب الخير وأحيانا يغلب الشر. أما أن يكون الوقت صافيا لأهله ما فيه إلا خير ما هو موجود، هذا يتنافى مع حكمة الله. أو كله شر وليس فيه خير، هذا يتنافى مع حكمة الله. لا بد يوجد الخير والشر للابتلاء والامتحان إلى أن تقوم الساعة. نعم. الله إليكم لصاحب الفضيلة، عندما قال عمر لسارية يا سارية الجبل، هل يعتبر هذا من اطلاع على علم الغيب؟ وهل يكون اطلاع شيء من علم الغيب من كرامات الأولياء؟ وإذا كان كذلك فما هو التوفيق بينه وبين قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا؟ ليس هذا من اطلاع على هذا من كرامات الأولياء أجراها الله على عمر لأجل مصلحة المسلمين. الكرامة إنما تكون لحاجة للدين، حاجة للدين أو لنفع المسلمين، هذه للدين ولنفع المسلمين كليهما. الله ألهم عمر رضي الله عنه أن قال هذه الكلمة، ونقل صوته إلى القائد في المشرق سمع صوت عمر. والله على كل شيء قدير، وهذا من كرامات الأولياء. كرامات الأولياء ثابتة من الكتاب والسنة، وأجمع عليها أهل السنة، وهي الخوارق التي يجريها الله على يد أوليائه إما لحاجة بهم إليها وإما لنفع المسلمين. وهذه التي جرت على لسان عمر هي من هذا النوع، لنفع المسلمين ولحاجة الدين إليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا نسيت أن أنوي الصيام هل يجوز لي بعد أن أستيقظ من النوم بعد صلاة الفجر أن أكمل الصيام أم لا؟ إذا لم تأكل ولم تشرب بعد الفجر والصوم تطوع فلا بأس أن تنوي الصيام من النار تطوع، بشرط أن لا تكون قد أكلت أو شربت بعد الفجر. وأما الفريضة صوم الفريضة فهذا لا يصح بنية من النار، حتى ولو لم تأكل ولم تشرب لا يصح بنية من النار، لأنه ما ضربت من النار ما له إثم. والنية لا بد تكون مصاحبة لجميع النار. أما لو أنك تبي تصوم فريضة قضاء أو نذر أو صيام رمضان عازما على الصوم ولكن ما تيقظت للسحور فيجوز، فيجب عليك أنك تصوم ويصح صومك، يعني ناوي من الليل، والأكل والشرب عند السحور ليس بشرط، ليس هذا بشرط، أنت ناوي من الليل، النية موجودة، فإذا صحوت تستمر على هذه النية وتكمل يومك، يومك صحيح، لو ما حصل فيه أي منافق. نعم، النية موجودة ولم تأكل ولم تشرب بعد الفجر الصوم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النافلة فلو أصبحت وأنت لم تنوي صوما ولا خطر على بالك من الصوم، لكن لما أصبح بدأت من الصوم وأنت ما أكلت ولا شربت بعد الفجر يجوز لك، لا بأس، لأن النافلة أوسع من الفريضة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل أهله هل عندهم من شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل تجوز الصلاة وفي جيبي الصورة مثل صورة الأوراق الثبوتية بطاقة الأحوال ونحوها؟ الأشياء الضرورية التي تحتاجها لا بأس أن تكون في جيبك، تخفيها ولا تظهرها للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول هل يجوز شراء الأضحية بدين إلى أجل؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب له أن يستدين، لأن الأضحية شعيرة من شعائر الدين ومرغب فيها، فيضحي ولو بالدين يستدين لأجل أن يقوم بهذه الشعيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم صناديق الاستثمار الموجودة في البنوك؟ لا يجوز الاستثمار في البنوك، لأن البنوك لا تستثمر إلا بالربا، لا تستثمر إلا بالربا وهي قائمة على الربا، وكونهم يقولون عندنا استثمار إسلامي هذا ما هو صحيح، إنما يريدون الترويج على الناس، لأنهم لو كانوا صادقين لسرقوا الربا نهائيا، كيف إنهم يقولون لهم أنتم تعالوا نعطيكم
استثمار إسلامي والناس الثانيين يقول لا فيكم استثمار ربوي، ما هو صحيح، هذه خديعة للناس. إما أن يتوبوا من الربا نهائيا ويتركوا الربا حتى نصددهم ونتعامل معهم، وأما أنهم يخدعوننا ويقولون أنتم نجعل لكم فرع إسلامي والربا باقي في البنك